تابعنا خلال الأيام اللي فاتت مع حضراتكم ارتفاع الإصابات مرة تانية بفيروس كورونا. النهاردة كان في تصريحات مهمة جدا من وزارة الصحة بخصوص متحورات كورونا الجديدة. دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة والسكان قال إنه الأبحاث العلمية أثبتت إنه المتحورات الجديدة لكورونا بتزيد في قدرة الفيروس على الانتشار في الشعب الهوائية، وتقريبا النسبة 70% أكتر من غيره. أكد كمان في تصريحات اليوم السابع إنه 80% من حالات الإصابة بكورونا بسيطة، 10% منها متوسطة، وال10% منها تانية حالات شديدة. أشار إلى إنه ارتفاع يعني في نسب الإصابات المجتمعية موجود، لكن في كل الأحوال بتواصل وزارة الصحة والسكان بتأكيد رفع استعداداتها في جميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف يعني بشكل حريص جدا وأول بأول بخصوص فيروس كورونا، واتخاذ أيضا كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أي أمراض معدية بشكل عام. الوزارة خصصت عدد من وسائل التواصل علشان تتلقى استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا أو أي مرض معدي من الخط الساخن، منها أيضا رقم الواتساب، بالإضافة طبعا لتطبيق صحة مصر المتاح على كل الهواتف. من جانب آخر كمان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية أكد أنه كورونا لازالت موجودة، طالما الوباء العالمي لازال موجود لازلنا إحنا نتعامل مع الوباء. وضح أنه الحالات زادت خلال الفترة الماضية، لكن الزيادة في نفس التوقيت ليست عنيفة لكنها موجة جديدة في كل الأحوال. أكد أنه أحد خصائص الفيروس أنه بيأتي في موجات. أوضح خلال أيضا كلمته أنه عند ثبات الأعداد بنكون وصلنا لذروة الإصابات ثم يحدث التناقص مرة أخرى. ووضح أنه الأعراض في الموجة الجديدة يعني لم تختلف كثيرا عن أي مرحلة من المراحل السابقة. الفيروس تنفسي يشابه الإنفلونزا، لكن لأنه كان جديد وعنيف، الموجة عنيفة بيصيب أكبر عدد من الناس بالعدوى، يعني كانت الحالات شديدة من قبل. الأعراض في معظم الحالات هي التهاب ورشح، انسداد في الأنف، تكسير في الجسم وحرارة. لكن هو الدكتور أكد إنه يعني كشعب أو كمواطنين أصبح لدينا خبرة في مصر وكقيادات أيضا سواء من المرضى أو الأطباء اللي بيتعاملوا مع الموقف، يعني بقى في خبرة في التعامل مع المرض. لو هناك اشتباه بأنها إنفلونزا عادية فالاثنين معديين في كل الأحوال، يجب التعامل على إنه مرض معدي حتى لا نصيب أعداد أخرى. أيضا شدد على أن الإصابة في هذه الفترة عائلية، لأنها بتبدأ بأعراض بسيطة ثم يعني يبدأ الشخص يعني يتحسس أو يفهم أنها كورونا، وبتحدث العدوى طبعا في مراحل متقدمة في كل الأحوال. أضاف أن فترة العزل مش بتقل عن 10 أيام، يجب استخدام كمامات، يجب التعامل بإجراءات التباعد الاجتماعي. وأكد نقطة مهمة جدا وهي أن الحالات اللي بتستدعي لدخول المستشفيات لا زالت حالات قليلة. ووضح أن قدرة المتحور الجديد على الانتشار أكثر من السابق، التطعيمات متوفرة في كل الأحوال بكميات كبيرة، يعني بننوه ونؤكد على هذا الأمر. شكرا لمتابعة حضراتكم، انتظرونا في المزيد إن شاء الله من قراءات لمواضيع مختلفة. إلى اللقاء.